بأمر وزاري تم غلق المجزرة المؤقتة في كربلاء قبل نحو شهر من الآن بسبب عدم مطابقتها للشروط البيئية والصحية، لتبقى كربلاء دون مكان مجاز صحيا لذبح المواشي رغم وجود مجزرة حديثة منجزة في عام 2013 بكلفة 11 مليون دولار. منظمة التنمية والارتقاء بالبيئة العراقية أشارت إلى انتشار لحوم غير صحية في الأسواق، مطالبة بفتح المجزرة الحديثة وتشخيص أماكن الخلل أو الفساد من قبل الجهات الرقابية والنزاهة. من الناحية البيئية نحن إلى الوراء في تراجع في هذا، يعني ما ممكن بلد الآن ما بمجزرة، وخاصة محافظة كربلاء مجزرة حديثة تم إكمالها قبل 4 سنوات لحد الآن لم تفتتح. لما يحلون القضية الإدارية والقانونية حالة الفساد إذا كانت حالة فساد أو شبهة فساد تحل؟ عدم وجود مجزرة في المحافظة دفع بالقصابين إلى الجزر العشوائي، وهذا عرضهم إلى المساءلة القانونية من قبل الجهات الرقابية الصحية. القصابون طالبوا بوضع حل للمشكلة أو التوقف عن محاسبتهم. جاني تبليغ أنه استدعاء نحضر المحكمة، لحم ما مختوم عندي، حضرنا اليوم القاضي قال ما تذبحون خارج المجزرة. زين يا أدري يعني إذا ما عندي مجزرة وين أذبح؟ وتحذير انه المره الثانيه اذا عدي لحم ما مختوم غرامه 250,000 500,000 ما اعرف يحددها القاضي. زين انا من اجي اتحمل غرامه على شنو؟ وفيما تواصل الرقابه الصحيه متابعه القصابين وتسجل مئات حالات الجزر العشوائي، فان بلديه كربلاء وهي الجهه القائمه على المجزره المؤقته اكدت ان غلقها من قبل الصحه قرار خاطئ ادى الى توسيع المشكله، اذ ان اللحوم التي تباع على المواطنين معظمها غير مفحوصه وبعضها لحيوانات مريضة، مطالبة الحكومة المحلية بالتدخل. وفعلا صارت انه عمليات جزر عشوائية في كربلاء، احنا رازدين هذه الحالة من قبل فرقنا. جزر عشوائي للحيوانات خارج الضوابط. اليوم ايضا احنا نطالب اللجان اللي تسببت ايضا في غلق هذه المجزرة المؤقتة بامكانها متابعة ما يتم ارساله من لحوم إلى المستهلك ومتابعة الأختام ومتابعة الحيوانات التي أصبحت تجزر بشكل عشوائي يومياً. المشاكل القانونية في تشغيل المجزرة الحديثة ما زالت قائمة، وهذا يشير إلى استحالة استثمارها حالياً، ما يدفع بالجهات الحكومية إلى صيانة المجزرة المؤقتة لسد حاجة السوق من اللحوم مع ضمان شروط الصحة والبيئة. من كربلاء ميثم الجناحي، الحرة.